الجميل بقى في الموضوع ان انتوا مش اكل بس، يعني في مبادرات جميله قوي. يعني يا استاذ، عايز حضرتك تكلم استاذ ابراهيم عن موضوع المبادره توظيف الدرجات. ديت مبادرة احنا خدناها، لكن في مشاكل بتواجهنا في الدليفري، تمام. توصيل الدليفري، فقلنا ديت حاجة سهلة في نفس الوقت مش مكلفة، في نفس الوقت يعني مش مكلفة بالنسبة للي هيشتغل بيها، تمام. تمام، في نفس الوقت حاجة جديدة نعملها نساعد اللي احنا نجلب نوع معين من الشباب ان هو يبقى معانا احسن من القعدة في حتة، يعني هو يكون موضوع شغال كرييتيف افضل، واكتف جدا. بس وفي نفس الوقت هي حاجة رياضية. عايز اقول لك كان ليه طيب. مردود برضو ان الناس حوالينا بدأوا يقلدونا، وابتدى الناس تشغل الشباب اللي لا، بالعجلة. بس طب ده احنا كويس شفنا الموضوع جدا. ده في كامبس بصراحة، يعني هو الحمد لله، الحمد اول لله او بدأ تقريبا الناس. اول الاماكن اللي بدأت بالموضوع ده وانتشر من خلالكم. الحمد طيب لله. استاذ ابراهيم، طيب بالنسبة لمبادرة شنط توزيع المدارس، مش غريبة شوية وبعيدة عن مجالكم؟ يعني اكل اكل وساندوتشات، ليه وسندوتشات، بقى مبادرة ايه شنط مبادرة يعني ديت؟ مبادرة توزيع الشنط المدرسية؟ ديت احنا حاجة عملناها اللي احنا قلنا ديت جزء من، يعني ايه، قلنا احنا نوفر مثلا حاجات احنا ممكن نعملها في افتتاح او دعاية اللي احنا نعمل بيها حاجة زي ديت للناس تساعدهم اكتر، وتبقى بطريقة ما توصل لهمش اللي هي دي حاجة من المساعدة يعني. هي كده كده اوريدي الصور بتظهر معانا دلوقتي، عشان انا حابه بس ان الجمهور كله يشوف المبادرات الجميله اللي انتوا وكان في برضو بتعملوها. طبعا ناس شاركوا معانا فيها وساهموا معانا فيها اللي احنا نقدر نوصلها اكتر، في جمعيات خيريه وجمعيات اشتركت معانا فيها عشان نقدر نوصلها بسهوله للناس اللي مستحقينها فعلا. بس انتوا عملتوا لذيذ. شنط مدارس وعملتوا وجبات معاها، اه بس الموضوع الوجبات ده كان في رمضان ولا ده على طول موجود؟ لا تقريبا يعني بيبقى شيء بنعمله كل فتره، كل فتره بنعمل الشيء دوت اللي احنا نقدر نساهم بيه ونساعد بيه يعني. بس هو لذيذ ان انتوا فعلا بتوفروا زي ما تقولوا تكلفة الدعاية في ان انتوا تعملوا بيها عمل خيري وخدمي، فدي في حد بالظبط ذاتها حاجة كويسة بالظبط جدا. بالظبط. طيب حضرتكم اتنين في مقتبل العمر، تمام، شباب، تمام. قول لنا ازاي يا استاذ اسلام الشباب يقتدي بيكم، وازاي قدرتوا تعملوا كامبس؟ تمام. هو لازم يعني لازم الـ 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 الشاب يفكر، يبقى فيه فكرة الأول موجودة، تمام، ويبقى عنده خبرة عشان يقدر ينفذ الفكرة ومؤمن بالفكرة بتاعته، ولازم يتقي ربنا في تنفيذ طبعا الفكرة بتاعته. دي اهم شيء. يعني يعني لازم يبقى ملتزم، لازم يبقى دؤوب على الشغل، ولازم يبقى متطور دايما ويبص حواليه يشوف الافكار الجديده عشان يبتدي يطبقها فيكبر او يتوسع، ولازم طبعا يكون عنده حته مجتمعيه. يعني لما بيكون بيعمل مطعم يبقى عنده حته نيه ان هو يشغل شباب فيفيد المجتمع، يقدم منتج مثلا سعره كويس فيفيد العميل اللي مش قادر يروح اماكن كبيره، فيخليه يبقى زي العملاء اللي عندهم امكانيات ياكلوا في اماكن كبيره وكلام من ده. كل الصفات دي لو اجتمعت في الشباب بلس ان هو يبقى كوميتد او ملتزم في حياته طبعا ومواعيده وعنده تارجت معين عايز يوصل له، هيعمل اكبر من كده لذيذ بكتير. جدا ان كان هدفكم هو توظيف اكبر كم من الشباب، طبعا طبعا دي حاجة طبعا، ده كويسة هدف جدا. سامي لاي حد ممكن يعمل اي بصراحة بيزنس او اي يفتح اي حاجه، ان هو يوفر فرص عمل للشباب الشباب الطالع يعني هي دلوقتي. فكرة كويسة جدا، يعني حتة ان انتوا عملتوا المبادرات بتاعت التوظيف دي، فدي حاجات يعني تضاف ليكم، اضافة ليكم، طبعا وبجد يعني عاش ليكم.